بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الأول الثانوي على قناة مستر الأستاذ لشرح تفصيل قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في حل مجموعة من تدريب المنهج بتاعك لعام 2020 كتاب المعاصر عام 2022. إن شاء الله النهاردة نبدأ في الواحدة عشرة، وهنشتغل على الفوكابل اكسس بتاعتها تحديدا، وعلى بركة الله بس نبدأ على صفحة 175. شباب بيقول لك فيها دكتورز هاف الأطباء لديهم كذا، اصبر شوية، جوب وظيفة، تمام. They make a lot of money، وهم بيكونوا منها الكثير من المال. تقول لي يا مستر ما انت الاجابات معلمها، اقول لك اه ماشي، يعني الحكايه دي ان شاء الله يعني مش هنعملها تاني، هنرجع لوضعنا الطبيعي في حكايه ان احنا نعلم الاجابه قدامك. المهم بس برضه هنقول لك خدناها دي ليه؟ ريوردنج بمعنى مجزي او مكافئ، يعني وظيفتهم مكافئه او مجزيه، ودي اللي خدناها اجابه. طب ليه ما خدناش ستريسفول؟ ستريسفول معناها ضاغطه، بتسبب ضغط نفسي، وده تناقض مع فكره انها بتكون ثروه. بروفيشنال معناها محترف، وعكسها انسان بيبقى هاوي، زي اقول لك محمد صلاح ده محترف، عكسها انت بتحب تلعب كوره كهوايه. فراستريتنج معناها محبط، بعيد عننا تماما. بناكد على ريوردنج بمعنى مجزي، وده متناسب مع معنى الجمله. طب الجمله اللي بعدها بتدي فكره غيرها، دكتورز هاف الاطباء لديهم ايه يا عم جوب، برضه نفس الحكايه، ها بط، ولكن they make a lot of money، لكن بيعملوا منها فلوس كتير. يبقى عايز صفه سلبيه اللي هي ستريسفول بمعنى ضاغطه. عايز اقول لك ان مهنة الأطباء مهنة ضاغطة، فيها ضغط وحرق أعصاب والدنيا دي، لكن برغم كده بيعملوا منها فلوس كتير. تكتب ولا فيها اتس نوت، إنه ليس كذا، تو تيل يور فريندز سيكريتس، أنت تقول إن أنت تحكي في أسرار أصدقائك للآخرين، يعني ده عايز أقول لك إن هذا ليس من، يبقى أنت إيه، ليس من أونست، ليس إنه أنت مش ده، مش أمان أنت تعمل كده. سكسس معناها ناجح، ليجل معناها شرعي، وإيجد معناها سنه كذا. فربما بقول لك I can look for a full time job، أنا ممكن أدور على وظيفة بدوام كامل. After I get my university، بعد ما أحصل على إيه اللي يخص الجامعة؟ opportunity فرصة، availability إتاحة، qualification بمعنى شهادة، يعني عايز أقول لك بعد ما أخد الشهادة الجامعية ولا المؤهل الجامعي أو التأهيل الجامعي، ولا attention انتباه، إحنا حاطين لك إجابة أو حاطين لك على خط على qualification، ناخدها إجابة واحدة صحيحة. نحرك الشاشة مع الجملة رقم خمسة، بقول لك فيها I want to join the faculty of medicine، أنا عايز ألتحق بكلية الطب. ها and إيه بقى as a doctor؟ عايز أقول لك وأتخرج كطبيب، تمام، أو يتم إعدادي وتأهيلي كطبيب. طب تقول apply بمعنى يتقدم بطلب، ولا reward يكافئ مكافأة غير رسمية، ولا reassure بمعنى يطمئن، ولا qualify أهي دي، qualify بمعنى يؤهل، إجابة واحدة صحيحة. ستة بقول لك فيها ذا وجه فراغ at the petrol station، في محطة البنزين، asked me سألني طلب مني if I wanted to fuel up، fuel up هنا بمعنى يعني ايه، ابتدى جايبها بالعربي، يملأ الخزان من الوقود. طيب مين اللي بيشتغل في محطة البنزين؟ communicator اللي هو بيقول عليه اللي بيتكلم معاك، اللي هو بيتفاهم معاك والكلام من ده، ولا attendant اللي هو العامل اللي بيقدم الخدمة، وطبعا حاطينها إجابة احنا واضحة جدا يعني مش محتاجة كلام، ولا جود بلاير اللي هو اللاعب الجيد، ولا فاير فايتر اللي هو بتاع الحرائق، لا اللي موجود في محطه البنزين اسمه اتندنت اللي بيقدم لك الخدمه. سبعه اللي فيها when your teacher talks، لما المعلم بتاعك يتكلم you must pay، لازم ايه بقى؟ pay ايه؟ pay attention، pay attention معناها ينتبه. ما ينفعش اقول pay a reward معناها مكافاه، industry معناها صناعه، construction معناها تشييد، لا انا عايز ايه؟ pay attention بمعنى ينتبه. تمنى فيها to work in customer service، عشان تشتغل في خدمة العملاء you need to be a good، يعني لازم تكون ايه جيد؟ communicator مفاوض جيد، متفاهم جيد، تقعد تحكي كويس يعني، ولا player لاعب، ولا cordiality اللي احنا مترجمينها لك قسم الطوارئ، ولا chemist كيمياء، احنا خدناها خلاص اجابه communicator بمعنى مفاوض او متفاهم او متصل، تعرف تتكلم كويس مع الناس. smile to the child too، ابتسم في وش الطفل، عشان ايه هي بقى؟ apply تطبق، succeed تنجح، ولا reassure تطمنها، ولا qualify يعد او يؤهل، احنا واخدين لك الاجابه reassure واضحه قدامك، اجابه واحده صحيحه. نتحرك لصفحه 176 عشان نكمل شباب، بيقول لك فيها الجمله رقم 10 فراغ helps you get or improve، كذا بيساعد على انك انت تحصل على او تحسن skills، المهارات needed for work للعمل. ايه اللي بيعمل لك ده؟ stress الضغط العصبي، availability اتاحه، training التدريب، ودي هي الاجابه الوحيده، ولا كيمس الكيمياء اكيد التدريب. في 11 بيقول لك فيها هي جوت هو حصل على ايه بقى؟ فور هيز هارد ورك، لعمله الجاد، حصل على كوزين طرق طهي، وصفاته الاكل والدنيا دي، ولا سيرتيفيكيت شهاده، ولا كواليفيكيشن تاهيل، ولا ريورد حصل على ريورد مكافاه، والمكافاه هنا غير رسميه.
ده شغل فيه everyone in the company، كل واحد في الشركة trust him، بيثق فيه because he is، لأنه هو إيه؟ punctual. punctual معناها إنسان منضبط، إنسان مواعيده تمام زي ما بيقول. هنا هناخدها إجابة طبعا. tiring بمعنى شيء متعب، local معناها محلي، وفار fighting اللي هي عفوا frightening، frightening معناها مخيف. تصور في I asked my lawyer، أنا والله سألت المحامي بتاعي to revise، إنه يعمل كذا، طلب منه هنا بقى إنه هو يراجع إيه بقى وكمل of my new flat للشقة الجديدة. اللي يراجعه المحامي qualification إعداد وتأهيل، ولا contract اللي هو العقد اللي إحنا بنقول عليه باللهجة المصرية الكونتراتو، ولا كوزين اللي هي الوصفات بتاعت الطعام والطهي والدنيا دي، ولا إندستري صناعة. لا، المحامي يراجع العقد. إجابة واحدة صحيحة. نتحرك مع الصفحة رقم 14، بقول لك فيها مع الجملة 14، عفوا مش صفحة 14. He is not worried، هو ليس قلق. He looks إيه؟ يبدو عليه إيه؟ يبدو عليه caring. caring معناها الاهتمام، ولا flexible marine، ولا confident واثق، ولا annoyed يعني متضايق. لا، confident. الإنسان القلق، القلق عبارة عن بيقولوا عليه إيه؟ عدم ثقة في الشخصية، أو ثقة، عدم ثقة في الذات. عكسها أنت تكون confident، واثق من نفسك. خمسة ولا فيها، if you work hard، لو انت اشتغلت بجد واجتهاد for long time، فترة طويلة، without a break، بدون ما تاخد فترات راحة، you will be، هيحصل لك ايه؟ applied، طبق حاجة، graduated، تخرج، cycled، بركب دراجة، ولا stressed، stressed، تشعر بضغط عصبي. 16 ولا فيها، I hope I will، انا والله اتمنى ان سوف كذا اكمل in achieving my goal، في تحقيق هدفي. طيب apply، يطبق، ولا succeed، ينجح، ولا reassure، يطمن، ولا qualify، يعد او يؤهل. سكسيد، انت عايز تنجح في انك انت تحقق هدفك. 17 بتقول هيز ا اور ان، هو كذا، كمل يا عم. فادر، فادر بمعنى اب. هي هاز تود هيز ستودنت هاو تو بي هارد وركينج، هو علم اطفاله كيف يكونوا مجتهدين في العمل، اند ديبند اون ذيم سيلفز، ويعتمدوا على انفسهم. يبقى الاب ده ايه؟ اب سكسسفول، اب ناجح، مش ديس اونست، غير امين. ليجل معناها شرعي، ايج معناها مسن. طب شو فيها، good citizens are، المواطنين الصالحين ايه؟ هم مين بقى to their country، ان هم يكونوا ايه لبلدهم؟ stressful، ضاغطين، careful، حريصين، practical، عمليين، ولا loyal، عندهم ولاء، loyal to their country بمعنى لديهم ولاء لوطنهم. نحرك الشاشة شوية علشان نشوف الجملة رقم 19 وبقول لك فيها. He failed the same exam twice، ده سقط في الامتحان ده مرتين. ياه، ده كده مشكلة خالص. He can't be، مش ممكن يكون ايه؟ كيرلس، مهمل، ولا هارد وركينج، مجد ومجتهد، ولا ريوردنج، مجزي، ولا ستريسفول. طبعا واحد سقط مرتين اكيد ما مش هارد وركينج. اكيد اجيب لك فيها، تو هيلب ا جروب دو بيتر، عشان تساعد المجموعه انها تؤدي اداء افضل. افري ممبر، كل واحد ماست بي اور ان، انه هيكون كذا. انديفيدوال معناها فردي، فرد او يعني فرد واحد. فرستريتد، محبط. immediate معناها على الفور، حاجه سريعه. ولا تيم بلاير، تيم بلاير، ودي كلمه هناك بالاحمر اهي، يريد العمل مع مجموعه. واحد شيء مولا فيها، speaking is an important language، مهاره التحدث او التحدث هو ايه في اللغه؟ انا قلتها بالعربي، قلتها سكيل، مهاره، تمام، ليست ريورد، مكافاه، ولا سيرتيفيكيت، شهاده، ولا كوليدج، الكليه. He is a new graduate، هو خريج حديث. طب منه هو خريج حديث، يبقى he doesn't have any experience، ما عندوش study، دراسة، ولا practical، عملي، ولا degree، درجة علمية، ولا academic، أكاديمي اللي هي الدراسة العلمية والحاجات دي. لا، هو ما عندوش practical experience، ما عندوش خبرة اللي هي بيقولوا عليه خبرة عملية، ده لسه متخرج، لا لحق يشتغل ولا حاجة، يجيب منين خبرة؟ في 13 بقول لك فيها، the manager was، المدير كان ايه يا عم؟ and agreed to change the date، وافق على تغيير ميعاد the meeting، الاجتماع. stressful، ضاغط. qualified، معد او مؤهل. rewarding، مكافئ او مجزي. flexible بمعنى مرن، يعني الراجل متفاهم زي ما بيقولوا. نحرك الشاشه عشان تشوفوا الجمله رقم 24، وكمان معاها تشوف الصفحه اللي شغالين عليها. بيقول لك في 24، women naturally have more، الطبيعي عند السيدات ان هم عندهم ايه اكتر بقى؟ for children، ناحيه الولاد الاطفال يعني. community، جماعه. compassion، عاطفه، ولا ديجري، درجة علمية، ولا اكسبيرينس. لا، الستات عندهم كومباشن اكتر للاطفال عن ايه يعني عن الرجال. طب يعني مودرن تكنولوجي، تكنولوجيا حديثة، از كذا، تو اول فيلدز، كل مجالات اوف ورك، العمل، اند انترتينمنت، والترفيه. از ابلايد بمعنى يمكن تطبيقها او قابلة للتطبيق زي ما بيقولوا. سكسيد، نجح، خطا. ريشور، طبعا خطا. كواليفايد، اعد او اهل، خطا.
نحرك الشاشة شوية عشان تبقى معانا جملة 26. بيقول لك في after 5 year، بعد 5 سنين ايه؟ اصبر شوية. He became a good carpenter، بقى نجار كويس. Opportunity، فرصة. Availability، إتاحة. Qualification بمعنى اللي هي بتاعت شهادة الإعداد والتأهيل. ولا apprenticeship، apprenticeship اللي هي مدة التدريب المهني أو فترة التدريب المهني. A 5 year apprenticeship، بعد 5 سنين من التدريب المهني بقى نجار كويس. ننتقل للمجموعة التانية ونخليها هي اللي ظاهرة قدامك بعنوانها، واللي بيقول لك فيها most important vocabulary هنا، ونبدأ في 27. You have to apply before that، لازم تقدم قبل ايه؟ certificate شهادة، ولا deadline اللي هو الموعد النهائي، ولا graduate خريج، ولا تيم ميت اللي هو زميل في الفريق بتاعك، لازم تقدم قبل الموعد النهائي. 28 بيقول لك فيها when drivers hear that، لما السواقين بيسمعوا ايه؟ الامبرنس الاسعاف، they must make way for it، يعملوا لها طريق. سرين، سرين اللي بيقولوا عليها السرين، بيقول عليها السرينه، واحنا حتى بنقولها كده في اللهجه المصريه. ستيتمنت بمعنى افاده، او يعني عباره صغيره حاجات زي كده. كوميونيتي بمعنى جماعه. وكوزين اللي هي الوصفات، الاكل والطرق والطهي والحاجات دي. اف يو كذا، لو انت كذا تسكول مدرسه تمام، ات هيلبس يو كيب فيت، اللي ده بيخليك ايه لائق بدني. انت بتعمل ايه بقى؟ سبورت يو ايد يساند، جراجويت تتخرج، ولا سايكل تركب عجله، ولا ستريس الضغط والحاجات دي. سايكل اركب عجله، ده هيخلي جسمك لائق. 30 بيقول لك ذا تايم اوف ذا جورني، وقت الرحله، ديبيندز اون ذا، بيعتمد على ايه؟ اوف ترين تيكتس، تذاكر القطر. يعني عشان نقول لك احنا هنروح الساعه كذا، ده ربنا ييسر بالتذاكر. طب تبقى opportunity، فرصه، ولا availability، اتاحه، يعني موجوده تذاكر ولا لا، ولا qualification، ولا apprenticeship اللي هي فتره التدريب. availability واحنا حاطين لك عليها خط، فالحكايه مش معضله يعني. طيب نتحرك مع الجمله 31، ولا فيها اتس نوت، انه ليس كذا. كمل يا عم، تو درايف اون ذا ليفت، انك انت تسوق شمال. طب تبقى ايه؟ ليس ايه؟ سكسسفول، ناجح، اونست، امين، ولا ليجل، شرعي، تمام، ولا ايجد، مسن. ما احنا حاطين عليها خط اهي، ايجد، عفوا، حاطين عليها خط اهي، ليجل مش ايجد، ايجد دي معناها مسن اهي، ليجل قدامك اهي. My father was angry، والدي كان غاضب. ماشي يا عم، ها. When he knew my، لما عرف ايه بقى؟ exam results، عايز الصفة للنتيجة اللي هي كانت يعني ايه؟ rewarding، مجزية، مكافأة، ولا stressed فيها ضاغطة، ولا professional محترف، ولا frustrating محبطة. النتائج كانت محبطة. 33 try to be a good member of your، حاول انك انت تكون عنصر جيد من ايه؟ من ايه بقى؟ سيرين، سيرينا، ستيتمنت عباره، كوميونتي المجتمع بتاعك او الجماعه اللي انت فيها، ولا كوزين الوصفات الاكليه والحاجات دي. كوميونتي اجابتنا في 33. 34 في اي جوت ماي بريباراتوري سكول، انا حصلت على الاعداديه ايه؟ لاست يير، السنه اللي عدت. ايه يا عم؟ سيرتيفيكيت بريباراتوري سكول، سيرتيفيكيت شهاده المرحله الاعداديه. ديدلاين موعد نهائي، لا. جراجويت يتخرج او خريج، لا. وتيم ميت زي ما قلنا رفقاء الفريق. خمسة ولا فيها هي فاوند ا جود، هو لقى ايه جيد؟ تو ورك، انه يعمل از ا كاشير. كاشير اللي هو بيبقى قاعد على الخزنه في مكان، يعني انا سوبر ماركت. طيب يبقى جود ايه بقى؟ جود اوبورتيونيتي، فرصه، فرصه عمل يعني، ولا افيلابيلتي، اتاحه، ولا كواليفيكيشن اعداد تاهيل، ولا ابرنتس شيب اللي هو التدريب المهني. لا، هو لقى opportunity، لقى فرصه يشتغل، بناخدها اجابه واحده. نتحرك مع الجمله 36، ونظهر معاك في الشاشه رقم الصفحه واسم الكتاب علشان ايه كل واحد ياخد حقه. I have a little son، انا عندي ابن صغير 5، عايز اقول لك عمره. يقولها successful، ناجح، ولا honest، امين، ولا legal، شرعي، ولا aged، اهي حاطين عليها خط. سوده بقى الفراغ، فوتبولرز، فوتبولرز لاعبين كرة قدم، ميك لوت اوف ماني، بيعملوا فلوس كتير، الله يسهل لهم يا عم. تبقى ريوردنج، مجزي، ستريسفول، ضاغط، بروفيشنال، محترفين زي محمد صلاح مثلا، ولا فرستريتنج، شيء محبط. انا طبعا ما اعرفش غير محمد صلاح، لان انا اساسا ما بعرفش في الكورة، لكن الناس بتقول محمد صلاح، خلاص يبقى محمد صلاح، ماشي. طب المهم، وين اور تيم از نوت لاكي، لما الفريق بيبقى حظه سيء والعياذ بالله بقى، ها، وي شوت ايه؟ نعمل احنا؟ ذا بلايرز، اللعيبه، نوت اتاكس، ما نهاجمهمش يا جماعه، سبورت، نأيدهم، نسلم، لانه دلوقتي يفوز، مره يتهزم كده يعني.
مش هما مش هيفوزوا على طول، اصل مش بيلعبوا لوحدهم يعني. في ناس تانية عايزة تفوز زيهم. جرادويت يعني تخرج او خريج، سايكل يركب عجلة، ستريس بمعنى ضغط او ضغط خطأ. تسمع بقى في ان السي في، السي في بتاعتك انت بتعملها اللي هي الكريكولم انفيتيه، يو نيد تو ستارت وذ يور بيرسونال، بيرسونال ستيتمنت معناها نبذه شخصيه، انا كاتبها لك بالعربي عشان ما تنساش، تمام؟ كاتبها لك بالعربي قدامك عشان ما تنساش. سيرين، سيرينا كوميونيتي جماعه، وكوزين اللي الوصفات بتاعت الطعام. واضح قدامنا اسم الكتاب والبيانات يا شباب؟ تمام الحمد لله. بنكمل مع جملة 40، you need to learn how to work with other، لازم انت محتاج انك انت تعرف تشتغل مع ناس. ها other ايه؟ certificates شهادات، deadlines مواعيد نهائية، products منتجات، ولا team mates اللي هم الرفقاء اللي بيشتغلوا معاك وزمايلك في الحاجات دي. تمام. CV is short for، CV اختصار ايه؟ vitae اهي، curriculum vitae، ادي السي بتاعت اهي، وادي الفي بتاعت vitae، كورس معناها مقرر، لا كرنسي اللي هي العملة اللي بيقول عليها عملة صعبة، وكاونت معناها عد. في 42 I joined university، أنا التحقت بالجامعة، and graduated with a، وتخرجت مع إيه؟ in English في اللغة الإنجليزية، teaching في درس اللغة الإنجليزية. الجامعة بتدي يا شباب حاجة اسمها ديجري، درجة علمية. بوك كتاب لأ، مارك علامة لأ، أبلكيشن تطبيق برضو لأ. في تطبيق في I trust him because he is he is strong and he، انا والله بثق فيه لان هو قوي، وايه to different situations، different situations معناها مواقف مختلفه. يبقى الانسان ده مواصفاته ايه؟ سايكلز يركب عجله، develops يتطور، adapts يتكيف، فرتسلس يحبط، adapts to يعني الشخص ده انسان قادر على التكيف مع مواقف مختلفه. نتحرك مع جمله 44، my mother got married immediately after، والدتي تزوجت فورا عقب ايه يا عم؟ from university، عقب التخرج. يبقى supported ولا graduated؟ graduated. cycled خطأ، و stressed برضو خطأ. الكلمات دي كلها قلنا معناها أكتر من مرة، فيعني احنا المرة دي ما قلناش يلا. 45 the food mom cooks is healthy، الأكل اللي ماما بتطبخه صحي. because she follows a good A اللي هي cuisine اللي هي الوصفات الطبية، عفوا الوصفات الطهي الجيدة. سيرين لا، ستيتمنت لا، وكوميونيتي جماعه خطا. في 46 في as soon as I qualify from university، بمجرد ما اتخرج من الجامعه او بيتم تاهيلي يعني، I will do post، خد بالك من الهايفن دي، studies، عايز اقول لك دراسات عليا، اسمها post graduate studies، دراسات عليا. knowledge معرفه لا، deadline مواعيد نهائي لا، وتيم ميت اللي هو اصدقاء او رفقاء العمل. نبدأ من الجملة 47، الـ definitions اللي كانت جاية في الجزء ده من الوحدة. تقول انك انت تعمل كذا is to make a formal request، بتعمل طلب رسمي. usually in writing، كتابة. يبقى ده ايه ده؟ انت كده ليه اشهر بتطمن، ولا qualify تعد وتأهل، ولا apply بتقدم طلب، ولا reward خلاص apply، واضحة جدا في الخط اللي احنا حاطينه. ده adjective الصفة كذا، مالها بقى؟ قال لك describes، بتوصف ايه يا عم؟ something that makes you feel good، حاجة تخليك تشعر انك انت كويس. flexible مرن، ولا rewarding حاجة مجزية، ولا reliable موضع ثقة، ولا qualified معد ومؤهل، ايه rewarding. 49 فراغ are papers، كذا عبارة عن ايه؟ عبارة عن اوراق. to show you have finished، بتقول ان انت انهيت a training course، مقرر تدريبي. تبقى college، كلية. qualification اللي هي الورق بيقولوا عليه المؤهل والحاجات دي، ولا كوجاليتي اللي هو قسم الطوارئ، ولا تريننج، لا اللي هو qualification عليها خط تاني. 50 بدأ فراغ is a period of time، هي عبارة عن فترة من الوقت، working in order، بتشتغل فيها لكي learn skills needed to to do a job، تعلم فيها مهارة. degree درجة علمية، cuisine بتاعت الأكل، ها apprenticeship اللي هي فترة التدريب المهني، وعندك كوميونيتي جماعه خطا. طبعا ابرنتشيب احنا حاطين تحتها خط واضحه جدا قدامنا. بنخلي الشاشه ظاهره مع الجمل الاخيره، وادي الصفحه هي قدامك. ا اور ان ايه يا عمي؟ قال لك كذا از ا بيرسون، هو عباره عن شخص، هوز جوب اللي وظيفته انفولفز هيلبينج ذا بابليك، مساعده الناس العامه يعني. ده بيقول لك اتندنت اللي هو مقدم الخدمه او الخادم، او زي العمال بتوع البنزينه والدنيا دي. فير معناها معرض، اكسبيرينس معناها خبره، اكسبرت معناها خبير. 52 بدأ فراغ is the work of building something، كذا عباره عن ايه؟ موضوع ان انت بتبني. يبقى يقولوا عليه opportunity فرصه، ولا ابتدى construction تشييد،
ولا نولج معرفة، ولا فاير فايتنج. كونستراكشن اللي هو التشييد أو البناء، هو عبارة عن إيه؟ العمل اللي هو من خلاله بنبني شيء ما. ثلاثة خمسة ولا في أوجه الفراغ إذا كواليفيكيشن يو ريسيف، ده عبارة عن مؤهل أنت بتحصل عليه وين يو فينيش يونيفرستي، لما بتيجي تخلص جامعة. كواليتي جودة، جراديويت يتخرج، باي يدفع، ولا ديجري درجة علمية، هي دي درجة علمية هي اللي تديها لك الجامعة. في 54 بقى الفراغ إذا بارتيكولار تايب أوف بزنس، كذا هو عبارة عن نوع محدد أو نموذج محدد من الشغل من العمل. إيه فيت؟ فيت ده دكتور اللي هو طبيب اللي هو بيقوم بمعالجة الحيوانات. ستيتمنت معناها عبارة، اندستري معناها صناعة، وستاند معناها يقف. اندستري الصناعة، الصناعة دي عبارة عن شو نوع معين من البيزنس اللي هو العمل يعني. 55 بدل الفراغ قال لك describe someone who suffers hell who offers عفوا كذا، describe someone who offers اللي بيعرض help and support اللي المساعدة والتأييد والحاجات دي. بيقولوا عليه caring، إنسان مهتم يعني، مهتم بالآخرين وبيراعيهم الحاجات دي. tiring معناها متعب، particular معناها محدد، incredible معناها لا يصدق. أنا هاخد caring إجابة صحيحة. بكده يا شباب كنت انتهى تأديب الفوكابلري اللي كان جاي على الوحدة 10. ان شاء الله انتظرنا في المزيد من تدريبات المنهج بتاعك مع معلم خبير اللغة الانجليزية مستر استاذ عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.